السلطان برغش بن سعيد بن سلطان يعتلي عرش زنجبار في عام 1870 كان ينتظر تلك اللحظة ليكون صاحب القرار الفصل والامر المطاع ليقول كلمته ويري رعيته والعالم ان خبره تنقله بين الامصار لن تذهب سدى يبني قصرا منيفا حمل اسم بيت العجائب ليس فقط كتحفه معماريه وانما ليكون من الرموز التنويريه للدوله العصريه فمن خلاله ستدخل خدمه الكهرباء وشبكه المياه وستقام البروتوكولات الرسميه وسيحفر على اخشابه فن الخط العربي بيد عمانيه ويهتم بالموسيقى العربيه فيبتعث الفنانين الى مصر ليؤسسوا تختا موسيقيا سيعرف الى اليوم بالطرب الزنجباري ويدخل الموسيقى العسكريه وغيرها منفتح بطبعه ولكن هذه العناصر لا تكفي تنوير المباني والشوارع يحتاج الى تنوير العقول فيتوج عهده بادخال الطباع المطبعه السلطانيه تؤسس لمشروع خلد نفسه بانتاجه وثرائه من ثنايا هذه الالات حياه جديده لم يالفها المجتمع من هنا بدات طباعه امهات الكتب العمانيه وستظهر عده مطابع وفي عهود السلاطين اللاحقين مع مطلع القرن العشرين ترى النور صحف النجاح والاصلاح والفلق والمرشد والمعرفه والجازيت وغيرها وتترسخ معها كتابه اللغه السواحليه بالحرف العربي ويمتهن عمانيو زنجبار وعمان مهنة الصحافة بمتاعبها وتضحياتها متربعين على السلطة الرابعة ويسجل التاريخ أسماء مهمة في مجال الصحافة وينشأ جسر مع الوطن الام يحمل الاخبار والعلوم والمعارف